السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تقنية في ربح استثمار البيتكوين دائما مجددا. وقبل الدرس نجم الأخوة الاشتراك بالقناة والضغط على الصابوني أو السبسكرايب واشتراك لصلة كل جديد في القناة وتفعيل خاصية الجرس. نعم فعلي صلة كل جديد لأن دائما مع جديد. الحمد لله هذه قناة جديدة أزيد من 2301 أخوة مشارك. الحمد لله ركز جيدا على هذا العدد وركز على هذا الكوفر الخاص بي لأنني لقد وجدت قناة تقوم بالتقليد. الحمد لله هو الكوفر الخاص بي. هذه عدد من الشروحات تطرق ليها من هنا جميع مربحة. والله يا إخواني لا نريد بأحد الضرر، ما نحب الخير أنفسنا نحب الغير، هكذا ما تربينا عليه والحمد لله كل شيء. نحن نعلم لا شيء يوجد مدى الحياة أو لا شيء يوجد دائم. نحن نعلم أن المواقع سوف تأتي يومها وسوف تنصب. نعم لا تعول على أي موقع كما كان يا أخي. نحن نستغل المواقع ونربح منها، هكذا أقول وكررها. نعم إذا نستقبل خسارة فابتعد عن هذا المجال نهائيا. قم بعمل خاص على أرض الواقع بالتجارة أو ما شابه ذلك وابتعد عن هذا المجال. هذه نصيحة من عندي الذي ينتقد هذا المجال. نعم نحن نربح الحمد لله، يوجد ربح كما يوجد ربح يوجد خسارة، أقولها دائما الحمد لله. هذا هو البيطر لقد قمت بشرحه البارح. الحمد لله أربح 4% مع إمكانية سحب رأس مالك في أي وقت تريد. نعم هذا الهاش فلاش أربح 11% يوميا، رائع وطرح للعمل. تطرق إلى هذه الحلقة رائعة. هذا البيت مونث يقول البعض أنه لديه مشاكل في معلق السحب لا تشتغل حتى ندري ما به. هذا التريسيفن لقد أضاف اللغة الروسية والبريطانية الحمد لله على هذا الموقع حتى الآن يدفع بدون مشاكل، وهذا ما نتمنى أن يدوم في القادم إن شاء الله. هذا المافيس أرباح رائعة الحمد لله وصادق الحمد لله 2% هو جديد، سأقوم بشرحه في القادم إن شاء الله. كما قلت البيت مونت البيتزية لقد انتهى من نحن نعلم هكذا نشتغل على مثل هذا الموقع البيتزية. لقد ربحنا منه وعندما مرة 28 لقد سحبنا رأس منه خرجنا منه فائضين ورابحين الحمد لله. دائما أقول كرة عندما تدخل ولم تجد تجدني حدا في تربط أتجد لك في الملاحظة أن الموقع لم يعد يدفع، اعرف أن الموقع لديه مشاكل أو إذا قام بالنصب سوف تجد هذه علامة أسكام. هذا البيتونوش حتى الآن يدفع بدون مشاكل ورائع الحمد لله. هذا الطاب البيتكوين حتى الآن يدفع الحمد لله مثل هذا الموقع أرباح 7.2% رائع وصرح للعمل. إكس بانرين لا تشتغل عليه، لا زال به المشاكل والسحب معلق وما يقول لك السحب في المونتنونس. نعم هذا الطاب لقد تحدث عليه الواينوت أيضا لا تشتغل عليه، لقد لم يعد يدفع حتى الآن. التريسيفن الرائع وصرح للعمل. هذا البيتروش كما قد قمت بشرحه. هذه من الشروحات تطرق لي من هنا، لكن نصيحة من عندي اشتغل على هذا الريشموند بيركس أرباح 1.5% أرباح رائعة وائلة وأرباحك تأتيك يوميا ورائع وصالح. البايت أب لا تشتغل عليه، نصيحة من عندي. معظم الناس يقولوا يعلمون أن البايت أب لم يعد يدفع وهم يقولون نصب. نعم نصب البايت أب أو ما شابه بذلك. نحن نعلم أنه سوف يأتي يومه وسوف ينصب، نعلم بذلك منذ مدة. لا يوجد شيء اسمه مدى الحياة، ولكن معظم الأشخاص الذي تسجلوا من منذ بدايته أو منذ أكثر من شهرين لقد ربع على الأقل. دام هذا البايت أب دام 6 أشهر وهكذا يكون الاشتغال. ما دمت أنت تشتغل عن الموقع في منذ بدايته أنت تربح من الموقع، هكذا يكون الاشتغال. نعم نصيحة من عندي. الحمد لله شكرا لكم على الدعم، شكرا على المتابعة، شكرا على أي شيء. أشكر جميع الإخوة الذي ألقى تعليقات الرائعة الحمد لله على كل شيء. الحمد لله شكرا لكم. هذا حسابي في الفيسبوك دكتور دماغ. بعض المسائل معي وشراء سلطان باير سلطان بيتكون فاتبعوني على ستيش بانك أو الويسترن يونيون. الحمد لله اليوم لقد توصلت بمبلغي في حسابي البنكي، ولقد قمت بإرسال المبلغ الذي قمنا بالتفاهم أنا وهذا الشخص. الحمد لله ثقت الناس فينا هي كل شيء. الحمد لله شكرا لك أخي ربيع على هذا التعامل. اليوم يا أخي سوف نتكلم عن موقع هذا الموقع الرائع. لقد اكتشفته وسوف نعوض خسارات بعض المواقع بهذا الموقع. أنا لا أجبرك أن تقوم بالاستثمار في هذا الموقع. إذا كنت تريد الاستثمار فاستثمر، إذا كنت لا تريد فقم بالمشاهدة ونحن سوف نربح الحمد لله. هكذا نحن إذا كنت لا تتقبل خسارة لا تشتغل على هذا الموقع. أنا أقول وكررها لك ابتعد عنه. هذا الموقع لديه عدة خصائص وأرباح رائعة الحمد لله. هذا ما جعلني أستثمر فيه. انظر آخر سحب هو هذا، انظر ها هو السحب آخر سحب، انظر هنا كم
كم عدد المستثمرين هو يشتغل منذ 82 يوم وأعطاني أرباحي، وسوف أسحب أمامكم تلك الأرباح. انظر هنا كم المستثمرين في هذا، عدد المستثمرين فيه، انظر هنا السحوبات متقاربة بعض الشيء. الحمد لله هذا ما جعلني أستثمر في هذا الموقع الرائع، هو أرباحه خيالية بعض الشيء لكن الحمد لله رائع وصالح للعمل. طريقة التسجيل فيه سهلة، ما عليك إلا الضغط على الريجستر تيهو، اضغط هنا الفين نيم اي اسم، هنا اليوزر نيم، هنا الادريس ثم كتبت الادريس، هنا الباسورد ثم كتبت الباسورد، هنا السيكريت كيستيون فمثلا اضع نيم واضع اسمي، هنا هنا تضع هنا البيرفكت موني ادريس او النكس موني او الباير او الادفيكاش او البيتكوين البنك اللي تشتغل عليه، وقم بعمل اي اجري وايت ثم الريجستر، وانت قمت بالتسجيل في هذا الموقع الرائع تيهو. سوف ادخل واجهة حسابي هكذا. قبل البداية في هذا الموقع انا قلت لك نصيحة، اذا لم تقبل خسارة ابتعد عن هذا المجال نهائيا، لكن انا لا انصحك بان تقول لي ان الموقع يدوم دائما يشتغل الموقع. نعم هكذا سوف نربح من هذا الموقع، اذا اتى يومه فما عليك الا ان تجد موقع اخر. الحمد لله هكذا ما نشتغل الموقع ونربح منه. نصيحة مني، قبل ان تستثمر في هذا الموقع عليك تقبل الخسارة لكي لا يغيضك الحال في القادم. نعم هكذا دائما نشتغل نحن على الموقع واستغلالها، هو سوف يعوضك على بعض المواقع التي خسرت منها. الحمد لله هو حتى الآن يدفع بدون مشاكل، وسوف أريك سحبي والطريقة التي تشتغل بهذا الموقع. الآن سوف أسحب منكم هذا الموقع، هذا المبلغ. نعم اضغط هنا على ويشترا، انا هنا الباير نمصور عندي حساب في الباير، اضغط هنا قوم بلصقه هنا ثم ريكويست كونفير. نعم هذا الموقع يقوم بالسحب في مدة 24 ساعة. نعم عندما سوف يسحب لي في محفظتي عبر الباير سوف ارجع لكم وسوف نكمل الحلقة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لقد تم السحب بنجاح من الموقع هاوس تي هاوس، رائع وصالح للعمل. الحمد لله قد تم السحب بنجاح، لم يتطلب الا 3 ساعات على حسب هم يقولون. السحب في مدة 24 ساعة او 34 ساعة. نعم لكن لقد توصلت بالسحب في اقل من 3 ساعات. الحمد لله سأريكم اياه، ها هو السحب، سأريكم اياه في الهيستور واجدراه هيستوري. نعم ها هو السحب لقد تم التوصل به الحمد لله مع 5:11 دقيقة. الحمد لله قد تم توصلت به، هذا هو العمل. انا يا اخي لا اقول لك ان تستثمر فيه او ما شابه ذلك، انا اشارك معك خطة رائعة في الربح. نعم هو لازال يشتغل، انظر اخر سحب من هذا الموقع هو 4000 دولار، انظر هو يشتغل منذ 82 يوم وحتى الان يدفع الحمد لله. هذا هي الموقع التي نبحث عنها، وسرك الخطط التي يشتغل عليها هذا الموقع، سرك سحبي في الباير انظر 97، انظر 97، سرك في الهيستوري ها هو اخر سحب، لقد تم السحب بنجاح من الموقع الحمد لله. الموقع التي نبحث عنها والان سوري كيف الاستثمار في هذا الموقع، ما عليك الا الضغط هنا على ماك ديبوزيت هاي بالاخضر يا اخي. نحن هو في خطط كثيرة للاشتغال، اذا كنت تريد ربح 5.7% لمدة 18 ساعة فعليك الاستثمار 600 دولار، اما انا فلقد قمت بالاستثمار في خطة اليوم، خطة نهار واحد 24 ساعة وكانت ارباحي 120، ويقول لكن هي اقل من ذلك. الحمد لله قد توصلت بارباحي الحمد لله على كل شيء. هذه الخطة التي انصحك بها، لا تركز على الخطط الاخرى. اما اذا كنت تستثمر في خطط اخرى ما عليك الا ان تختار هذه الميثود هكايا 7%. الان سوف تستثمر 5000 دولار، هنا 600 دولار، ارباح 5.7% لمدة 18 ساعة فقط، والحمد لله قد توصلت بالربح امامكم. اما في هذه الخطة 700% لمدة 15 يوم، الربح الحد الاستثمار في هذه الخطة هي 10 دولار. نعم في خطط كثيرة تطرق عليها من هنا، نحن جميعا انصح بهذه الخطة التي اشتغلت عليها انا، هي خطة يوم واحد هي 120، ولقد توصلت بسحبي الحمد لله. تختار تلك الخطة كما رأيت، وهنا تضع هنا المبلغ الذي سوف تريد تستثمر 20 دولار او 30 دولار او شيء ذلك. تضغط هنا على الباير هكذا، باير ماك ديبوزيت، تقوم بالضغط هنا على بروس او يدخل بك الى
بنك الباير وثم تضغط هنا على دولار هكذا ثم كونفيرم تقوم بالاستثمار في هذا الموقع الرائع. صراحة موقع رائع وأدهلني بخططه الاستثمارية ولقد وجدت عليه إقبال كبير الحمد لله. نعم بعض الأشخاص يستثمرون في آلاف الدولارات الحمد لله، هذا ما جعلني أستثمر في هذا الموقع. هو انظر كم المستثمرين، عدد المستثمرين في هذا الموقع توتال ديبوزيت المجموع، وانظر الى السحوبات على الاقل متقاربة جدا. هذه هي المصداقية من هذا الموقع، وهو يشتغل من منذ 82 يوم. نعم الحمد لله دائما مع المواقع الصادقة والمربحة، لكن انا يا اخي لا اقول لك ان الموقع صادق وسيدوم مدى الحياة او سوف يدوم من 30 شهر او مشابه ذلك. انا اشترك معك خطة ربح لا غير، وهكذا نتقاسم الربح جميعا الحمد لله. صراحة كان لكم مدينة في هذه الحلقة، رابط التسجيل في فيديو أسفل الفيديو، لا تنسى الضغط على جيم لكي إذا أعجبك الفيديو، وهذه قناتي لا تنسى الاشتراك في القناة بالضغط على الصابوني أو سبسكرايب الاشتراك والانضم إلى زيد من 2313 أخوة مشترك. الحمد لله قد وصلنا إلى هذا العدد، ودائما نتطلع إلى أن نصل إلى ما هو أكثر وما هو أفضل في القادم إن شاء الله. دي هو الكوفر الخاص بي، ركز عليه جيدا، لقد وجدت قناة تقوم بالتقليد. صراحة قد أكون مدني في هذه الحلقة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على الصابوني أو سبسكرايب الاشتراك، والذي عدم الشرح تطرق لي من هنا جميع مربحة الحمد لله، وإلى شرح قادم إن شاء الله. Other than me, yeah. But if I get you, it just ain't.